السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحو مبكرا فأتوضأ وأصلي، ثم أرفع يدي في خشوع وأدعو الله تعالى لنفسي وأبي وأمي والناس جميعا، وأطلب منه أن يهدينا في حياتنا ويعطينا كل خير ويحمينا من كل شر. يا إله العالمين، هب لنا منك رشادا، ربي جملنا وامنح الإسلام عزا. يا إله العالمين، ويوفقنا إلى طلب العلم ويحفظ المسلمين. يا مجيب السائلين وشباتا ويقين، وأهدنا دنيا ودينا وانشر الخيرة فينا، يبعث النصر المبين. وامنح الإسلام عزا. يا إله العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.